علاقة وأصحاب الاحتياجات الخاصة حتى يكونون فعلا ذوي همم، صارت لهم فرص. لكن الآن إشارة أستاذ سرور إشارة خطيرة جدا، يا معود سمونا معاقين سمونا أي شيء، بس ربما يقصد بس بالعراق، يقصد بس بالعراق أي فعلا هو بس بالعراق. شو رأيك بالموضوع؟ طبعا بداية قبل الإجابة على السؤال، طبعا يعني أنا مبارك للأخوة من ذوي الإعاقة على زيادة راتب الرعاية الاجتماعية بمبلغ 25 ألف دينار ليصبح الراتب شهريا 125 ألف دينار. وأقول الله يوفق ويسعد ويطول عمر كل مسؤول اللي شرح هذا القانون اللي ظلم بذوي الإعاقة، اللي خلاني أنا مع العاطل عن العمل وبقية الفئات. اليوم العاطل عن العمل يقدر يشتغل بالسوق، يقدر يشتغل عماله، يقدر يشتغل كل شيء. بس انا يعني المعاق اللي مثل عاقته 60 او 100% هذا ما يقدر يشتغل. فبالتالي اوجه كلام المسؤول، انا كشاب 125 الف دينار بالشهر راح يعني اقدر اشتري بها علاج، اقدر احقق طموحاتي، اقدر اتزوج، اقدر اكون اسره بال 125. اتمنى على الحكومه القادمه انه شرع قانون وتنصب به الاخوه من ذوي الاعاقه. طيب نرجع للسؤال، مهم جدا تحدث به استاذ سرور عن ذوي الاعاقه وما يواجهون ذوي الاعاقه في المجتمع. ذكر مساله ذوي الاحتياجات الخاصه، احنا نريد انه يكون ذوي الاعاقه في كل دوائر الدوله، راتب خاص لذوي الاعاقه لكل دوائر الدوله، تدخل دوائر الدوله اكو نافذه بالارضي خاصة لذوي الإعاقة حتى ما يضطر المعاق يصعد درج وبالتالي خذت كل الدرجة. أنا أريد أخذهن وحدة وحدة. اليوم هاي حلقة أريد أخذ هاي المواضيع وحدة وحدة، ما أريد أحركهن كلهن سوا حتى نسولف على كل شيء من هاي المعاناة بشكل مستفيض، ونسمع الناس ونسمع المجتمع ونسمع الحكومة ونأدي مسؤوليتنا على ما نقدر عليه. هسه خلينا نسولف موضوع أول شيء التسمية، مسببها هاي مشكلة؟ أكيد مسببتنا كل شيء مشاكل هواية. يعني تعرف إحنا كثير نراجع اماكن، يعني ماكو اهتمام بينا كاخوه يعني كشريحه من ذوي الاعاقه. السافر ماكو اهتمام بذوي الاعاقه، وكل قوانين الدوله كون تطلع عليه اكو تخفيضات سفر، اكو اهتمام، اكو علاج ذوي الاعاقه. للاسف بالعراق ما جاي نشوف هذا الموضوع. طيب مرحبا استاذ نائل مره اخرى. اهلا وسهلا بك. استاذ نائل، شلون تقدر تتعامل ويا تلاميذك وطلبتك بالمدرسه؟ أول شيء أحب أشكر كادر قناة النعيم والعاملين على هذا البرنامج. شكرا لك. بصراحة أنا بالتعيين كان تقريبا يعني سنة وأربعة أشهر أو هيك شيء أو خمسة. نعم. يعني هي ما تخلى من الصعوبات بصراحة، ممكن أكو صعوبات كثيرة، لكن أنا خليت ببالي كل شيء إلى بديل. زين. يعني ماكو شيء ممكن مثلا هواي أشياء ممكن أستخدم هسه، إذا احنا كنا ندري يعني سابقا وقد يكون بالوقت الحاضر. نعم. قد الاسلوب الكثير من المدارس اسلوب الضرب، انه ما سلت زين تنضرب. لكن انه انا قلت ليش اسلوب الضرب خاصة هاي السنة اعتمدته يعني. او اوديهم مثلا للادارة او هيك شيء، او ممكن يسجل اساميهم. ما قدمنا يعني يقصد الدولة لذوي الاعاقة يكون قليل. طيب كيف الدولة العراقية اذا ما مقدمة شيء لذوي الاعاقة؟ ابسط شيء الراتب، ابسط شيء مراجعه دوائر الدوله، فعلا. ابسط شيء اللجان الطبيه. هسه اكو شيء غريب استاذ علي، انه الدوائر اللي خاصه بينا ما مهتمه بينا، ولكن الدوائر اللي ما خاصه بينا مو كل الدوائر نروح نشوف اهتمام ويخلصون معامله ذوي الاعاقه. فشيء غريب يعني صراحه. هو هذا يعني يتبع الجانب الانساني، ما يتبع الجانب انه هذا مسؤول عنك انت كمعاق او لا. خلي اسال استاذ سرور، نعم. منو هي الدوائر؟ سعلي قال الدوائر المختصة بنا، منو هي الدوائر المختصة بذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة؟ إحنا بالعراق أولى يعني تم تكليف وزارة العمل رسميا وفق القانون هي أن تكون الجهة الراعية شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا إحنا آخر بلد تقريبا بالعالم شرع قانون لذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أنه العراقيين هم أول من كتب القانون، هاي معروفة. نعم. يعني حمورابي وسبق أورنامو اللي هو أول مشرع بالعالم. للأسف هو باقي ما عنده شيء. زين. بس أنا استغل على التعليق على موضوع بالنسبة للتعيينات. علي على المستوى الخاص. بس لحظة من قصتك. إحنا اليوم من نروح نقدم على تعيين. هو القانون تكفل بتعيين 5% من ذوي الإعاقة و3% من الشركات الخاصة. اليوم أنا أروح من أقدم على يعني دارة، هي الدارة مو مالنا علي،
او تعطف عليه. وبالمناسبه من يروح شخص من ذوي الاعاقه يباول المدير يقول انا يعني وين شغلك يا استاذ؟ عنده طاقات، عنده شهاده، هذا جانب. ممكن اللي يطلع مسؤول يقول والله عندنا تخشف. طيب والموضوع 3% الشركات الخاصه استاذ علي، يوم ايش قد عندنا شركات خاصه؟ ممكن يعني كان كتاب وتلزم هذه الشركات بتعيين ذوي الاعاقه 3%. القانون للاسف حبر على ورق. زين انت بتروح لشركه خاصه او تروح لمثلا مول او تروح لمحل او تروح لاي مكان اسعى عمل خاص، شلون يتعاملون ويا ذوي الاعاقه؟ اكو ناس تطي فرص اسعى على مستوى اجتماعي مو حكومي. طبعا للاسف الشديد احنا ما نقول الكل ما تنطي، ولكن نسبه اكبر كلش ما تنطي فرص لذوي الاعاقه. ممكن اشخاص من ذوي الاعاقه عندهم شهادات في مختلف المجالات، وعندهم اكو اشخاص داخلين دوره وعندهم شهاده. انا من اروح انه انا يعني اقدم على فرصه، للاسف الشديد يكون الرد سلبي انه ماكو فرص، وحتى لو اكو فرص انا وين شغلك؟ كثير اماكن بالمول، بالمنتزهات، شركات الاتصال، كثير اماكن ممكن اليوم المعاق يعني يشتغل بيها. احنا ليش هاي النظره على المعاق؟ ممكن انت الشخص المدير، اوجه كلام المدير، ما شغلت هذا الشخص المعاق على وضعه، ولكن صدقني يا سيدي لو شغلته راح ينطيك وراح يخدم شركتك افضل من الشخص اللي هو صاحي وما بيشي. طيب خصوصا انه الكثير منهم دكتور عامر ما عنده اهتمام اخر غير انه يهتم بعمله او يسخر هاي الطاقه اللي يمتلكها في عمله، فانت ممكن تستفيد منه اكثر من غيره اللي ما عنده اهتمامات اخرى. نعم، ومثل ما تفضل استاذ سرور، هي القضيه يحتاج لها من التربيه الاسريه من البدايه. اكو قناعات معينه ما انغرست بداخل الفرد العراقي، انه هذا الفرد هو حاله عنده طاقه معينه. انت مثل ما عندك، الله سبحانه وتعالى خلق البشر عندهم فروق فرديه. نعم، ليش هالفروق الفرديه حتى واحد يكمل الاخر؟ نعم، بامكان اصحاب يجوز بجانب الدوله قد يكون بها فد التزامات واعداد من الموظفين. الشركات الخاصه الان قبل لا تستسلم بعد هذا تحدثنا عن موضوع التعيين. يعني نفترض شخص قدم وتعين، شلون راح يداوم؟ راح مثال علي، علي تعين بداره كهرباء عقود، زين تعين بالطابق الاول، اي مصعد ماكو، علي اضطر يداوم فتره يصعد درج. طيب يا سيد الكريم، انه انت هذا الشخص عينته ما فكرت بيه شلون راح يصعد درج؟ بعدين اتصالات وهاي، يلا خلوا علي داوم جوا ومكان مو له مكان خاص. هذا انا اريد اسولف فيه، هذا يسمونه حق الوصول الى المجتمع دكتور عامر. نعم بالضبط. حق الوصول الى المجتمع اللي هو امكانيه الوصول، امكانيه الوصول يعني علامات المرور، تاشيرات الشوارع، الباركينج، حتى بالمطارات، بالمطارات العلامات اللي بالشوارع المكفوفين و و و الى اخره. النوافذ الخاصه بمتابعه بالمراجعه بالدوائر، المصاعد، الجلوس، اماكن الجلوس الخاصه بالدوائر. اريد اؤيد كلامك استاذ. نعم. على موضوع امكانيه الوصول وعدم اهتمام الدوله بهذا الجانب، تدري احنا هو جزء من امكانيه الوصول ان تهيئ المرافق وال يعني الـ الـ مثلا خلينا نقول المبنى بشكل عام، مباني الدولة يجب أن تكون مهيئة لحركة مثلا الكفيف أو الكرسي، الكرسي المتحرك مثل أستاذ علي هسه الموجود ويانا. نعم. هو مستخدمين الكراسي كثير تشريعات. لا هو أستاذ علي إذا أسمح أستاذ سرور، هي القضية نوبات مو بالكتب الرسمية. نعم. يا ما تيجي كتب و... نعم. هي القضية تعتمد على لسان، يعني أنا مدير دائرة وعندي موظف معاق، يعني هو عمله بدل ما صعد للطابق الاول او الثاني بامكاني او اخليه وين؟ احنا لا، هاي ممكن دوائر فرعيه. انا اتذكر مدينه الطب ببغداد، لجنه فحص المرضى بالطابق الاول ودرج مو مثل هذا الدرج الاسعاد، درج حديد والاغلبيه معاقين، شرفك 23 معاق حتى يصعدون للجنه الافنديه. شو يصير لو تنزل جوا؟ يعني شو يصير؟ خلي اسال استاذ نائل. استاذ نائل، شنو موضوع حق التعليم بالنسبه للمعاقين؟ هو إذا نرجع بالبداية، يعني في بداية تعليم المعاق، كان التعليم يعني حتى بالمراحل المتوسطة والإعدادية فيما بعد، قالوا إحنا يعني بالجامعة يلا ممكن ينخلط بالأشخاص الاعتياديين. طيب. لكن فيما بعد قالوا إحنا خلينا نجرب يكونون بالإعدادية، يكونون ويا الطلاب الأسوياء. بعدين شافوا التجربة نجحت، تحولت للمرحلة المتوسطة. حاليا مقتصرة على المرحلة الابتدائية، والدول اللي قد تكون الدول المتقدمة يعني بدأت تدمج يعني حتى المرحلة الابتدائية بدأت تتركها، على اعتبار أنه حق من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أنه يكونون أشخاص أسوياء مع الآخرين من أقرانهم. لأنه أنت إذا تركت هذا الشخص عزلته عن باقي الأشخاص،
ويختلط بعدين بالأشخاص العاديين فيما بعد بالمدارس المتقدمة، قد تكون عنده مشاكل نفسية يعني أو اجتماعية ما راح يكون عنده تقبل. المنظمة الدفاع عن حقوق ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة تقول الحق الأشخاص أنه إذا حسب الإحصائيات اللي هم مسويها تقول إحنا إذا يعني الشخص اللي داوم بالصفوف الخاصة صفوف التربية الخاصة بالمدارس كملوا دراسة أكثر من الأشخاص اللي درسوا بالمدارس الخاصة. إحنا اليوم بالعراق عندنا من السبعينات بنوا مدارس أو أنشأوا مدارس خاصة مثل معهد الأمل والرجاء والنور وغيره بغداد والبصرة، ويعني أكو حاليا موجودة بقية المحافظات. لكن إحنا إذا نريد نسأل هل أنه هذول الأشخاص كلهم عندهم القدرة أنه يوصلون هذه المدرسة الوحدة؟ هل الإمكانية ذويهم ممكن توصلهم يعني شخص بيتهم بمقصر بيتهم بسفان يقدر يوصل لهنانة؟ لازم يعني إذا هو راتبه محدود دخله محدود شلون راح يقدر الأب يوصل الابن لهذا المكان اللي هو المكان الواحد؟ نعم. ما راح يقدر يعني أنت إذا راح يدفع 300 يمكن حتى يجيب ابنه من سفان الساحة السعد زين هذا بالشهر زين هو جد دخل حتى يدفع 300 يعني معناه حق التعليم بالنسبة لذوي الإعاقة متوقف ميكانيكيا خلينا نقول يعني هو حاليا الأشخاص اللي يقدرون يرحون الأماكنهم قريبة يرحون، لكن الأشخاص اللي بيوتهم بعيدة زين من يروحون للأماكن أكو تقسيم مثلا ذوي الإعاقة البدنية ذوي يعني المكفوفين واحد أكو هيك أكو تصنيف؟ معهد النور وأكو معهد لا مو بالمعاهد بالمدارس الاعتيادية أنت قلت أكو لازم صفوف خاصة نعم أكو صفوف خاصة تربية خاصة أكو ما أدري يعني أعتقد 69 أو 100 ما أدري أتذكر بس أكو مجموعة من الصفوف. هي هذه الصفوف شنو يعني أنا بالبداية هم ما عرفت يعني ممكن هسه حتى المشاهد راح يسأل شو راح يكون ذول لأنه هذا أسام وهذا كفيف هذا شو راح ذول راح يجتمعون. الشخص كل شخص بيهم يتعلم الأشياء الخاصة بي بيوم معين يعني مثلا الفاقد النطق ممكن يجي يوم الأحد يتعلم لغة الإشارة بس مو معناته ما راح يجي راح يكون ويا أقرانه من الأشخاص الأسوياء راح يكون باقي الأيام زين. كذلك الكفيف مثلا يوم الاثنين يجي يتعلم طريقة برايل بهذا الصف بس باقي الأيام يروح ويا إقرانه من الأشخاص العاديين. طيب خلي أسولف عن موضوع مهم جدا. ذوي الإعاقة يتعرضون لحالات تنمر يعني كبيرة جدا في المجتمع وحالات استهزاء وحالات انتقاص وحالات ازدراء حتى من إنسانيتهم ومن شكلهم وما إلى ذلك. علي سولف لي عن هذا الموضوع. للأسف الشديد كأشخاص من ذوي الإعاقة تعرضنا لموضوع التنمر بشكل كبير جدا. البعض من المجتمع انه انا ما اعرف شنو يحس من يتنمر على اشخاص من ذوي الاعاقه، شخص مشكله بوجهه مشكله بمشيته مش يعني اذا كان يعاني من هذا. اريد اسالك سؤال انه انت مو انت لا الشخص يتنمر انه انت من تنمر على شخص شنو تحس؟ ترى للحظه رب العالمين يخليك أسوأ من هذا الشخص اللي تنمرت عليه. فهل الله بذوي الاعاقه وخلونا نتقبلهم وخلونا انه احنا بنشوف شخص معاق مثل على سبيل المثال احنا مرار نطلع ويا الاصدقاء للمول هاي بنراجع دوائر الدوله البعض من الناس يقول ايش عندكم طالعين؟ ظلوا قاعدين بالبيت وهاي حالتكم. يا اخي انا ليش قاعد؟ انا حالي حالك عندي طاقات عندي شغل اريد اخلص شغلي انا اريد اطلع اريد امشي اريد اشوف العالم. المفروض من عندك تشجعني. انا اذا شفت هذا الكلام ترى انا اذا اشوفه مره مرتين انه ما انكسر ولا شيء لا بالعكس يزيدني صرار اكثر. بس البعض من ذوي الاعاقه ينكسر يضوج فبالتالي التشجيع لكل البعض من المجتمع هلا هلا وشجعوا الاشخاص من ذوي الاعاقه. قبل ان يتفضل استاذ علي طبعا اي استاذ نائل اول يوم داومت بيه بالجامعه كلش اول يوم دخلت بيه للقاعه نعم فانا اسمع يعني بعد فاسمع واحده من الزميلات اللي وياي نعم قالت هسه هذا شو يسوي جاي مكانه بالبيت شد جاي هنا أنا. فيما بعد يعني تغيرت هي معاقة هاي. فيما بعد تغيرت النظرة وتغيرت هواي أشياء. تسارف شنو كملت كلية؟ حاليا آداب تاريخ وحاليا معلم جامعي. ما شاء الله. إيه دكتور أحمد. إيه. هناك في أوروبا بالغرب
انت صارت عندك تجربه وعشت، شلون تشوفهم يتعاملون مع وضع المتنمر على احسنت ايه؟ اولا هناك لهم طريق خاص والفقره اللي قال عليها الاستاذ انه في دوائر الدوله حتى لو اكو مدرج هم لهم فد مصعد معين فما راح يواجه اي مشكله من يروح هو الى مكانه الخاص باختصار شاف معاقب دائرته ينزل من الاعلى يجيب سجلاته ويوقعها بالطابق الاعلى هو من يمه او يجوز 100 كتاب جايهم رسمي بس هو الرجل انسانيته. دوائر المرور مثلا دوائر المرور عندنا الان المشروع الوطني موجوده نافذه لذوي الاحتياجات الخاصه ونافذه صح وهذا الشيء صار وياه تعليق على الكتاب هو يبقى علي يعني مو كل ننتقد اكو دوائر يقدمون خدمه لذوي الاعاقه هم مختصاصهم ويخلص احنا على مود نكون منصفين كاشخاص من ذوي الاعاقه في محافظه البصره اكو دوائر تقدم خدمه لذوي الاعاقه وتخدم هذا واضح لكن هي وين المساله دكتور دكتور انه مجتمعنا مجتمع طيب ومجتمع انساني صح. ومجتمع عاطفي ومجتمع حساس لكن هاي الحالات حالات فرديه هي كل واحد بناء على شعوره مسؤوليته انسانيته احنا نتكلم عن الدعم الحكومي اللي هو واجب لا هو استاذ علي اذا يسمح لي دكتور احمد يعني هو نبات القضيه بالاضافه لانه عندي مثلا تقرا استاذ لو سمعه اسمع العفو الكتاب المنهجي بالضبط فبالاضافه الى انه عندي كتابين اعتقد او ثلاثه برايل بلغه برايل هذه ايضا ممكن استعين بها اذا احتاجيتها القسم النص طبعا احنا في حديثنا هذا لا نستهدف الكلام عن المكفوفين فقط وانما احنا للمثال لان الاخوان موجودين وانما احنا اليوم نتكلم عن ذوي الهمم بكل جوانبهم وكل انواع الاعاقه البدنيه او النفسيه او الجسديه اللي يحتاجون الى مساعده من جانبكم علي شنو الوضع والله تعرضت الحادث يعني انا كنت امشي وادرس بعدين من تعرض الحادث تركت المدرسه فانا ما اعرف موضوع التدريس الخاص بالنسبه لذوي الاعاقه واضح لكن اتواصل ويا اشخاص يقول هناك معاناه كثيره جدا ذكر استاذ سرور مساله الوصول اغلبيتهم على كراسي متحركه واغلبيتهم يعانون من اجر التاكسي بعض يعني اساتذه طريقه تعاملهم يعني بشكل عام هناك معاناه كبيره جدا زين علي تشوف اكو اقرانك اصدقائك زملائك من ذوي الهمم عندهم طاقات ابداعيه ما عند الاصحاء مثل شنو تقدر تذكر لنا صح ايه؟ هي عندنا طاقات كثيره في مجال الرياضه في مجال التعليم كاستاذ نائب وعندنا يعني كثير مجالات دخلوا وحققوا حتى بطولات خارج العراق ولكن هذه الابداعات اراد تسليط الضوء عليهم يا انت ما واصل بالدراسه علي؟ انا ثالث متوسط ليش ما تكمل؟ للاسف كلش ما احب الدراسه والله انا هل قنعت بهاي السنه؟ ابغى الكتاب ما بس ما شاء الله اعرف شحتي اعرف شو اقول كثير عندي امكانيات بس ما كمل دراسه زين اي هسه خب احنا نعرفك مقدم برامج ومتابع بعض الاعمال على وسائل التواصل الاجتماعي شنو رايك دكتور احمد؟ لا لازم يكمل يعني هسه انا اريد اكمل على سبيل المثال اكو طرق موجوده في المدارس الحكوميه او الجامعات ممكن تخلي علي تشجع علي على الدخول هسه ناخذ علي مثال ما يحب الدراسه المفروض يكون هناك تشجيع لي علي لا بعد هاي اذا ما تحبها بعد ماكو لا على سبيل المثال يجي علي للجامعه يلقى طريق خاص يلقى مكان خاص خاف هاي حجة على اللاوي لا أصدق لا بعد إذا أنت ما تحب الدراسة لا تقول أنا أحب الدراسة معنا هاي حجة وحد هاي بعد تعتمد على الإمكانات الموجودة بالمدرسة يعني شنو الإمكانات غير الدراسة اللي أنت مهتم بها أنا تعرف أنا اختصاص تقديم برامج زين ليش حبيت الجانب هذا أنا حبيت هذا الجامع بالمناسبة أنه أنا لا خريج إعلام ولا داخل دورة في مجال الإعلام بس موهبة اللي انطانيها رب العالمين مع مشاهدة المحاضرات ومقدمين البرامج المحترفين على اليوتيوب تعلمت منهم الكثير تعلمت طريقة الحوار طريقة السؤال عدم مقاطعة الضيف ما شاء الله اكو اعلاميين حتى ما يخلي الضيف يسولف على طول يقاطع خب ما قاطعت لا والله والنعم انا جبالي هذا السؤال نرجع الدكتور عامر دكتور نظرة الشفقة على ذوي الاحتياجات الخاصة هذا شيء ايجابي لو سلبي والله اعتقد يعني هي المفروض تتحول الى سلوك يعني الشفقة بالكلام قد تحسس ذوي الاحتياجات الخاصة بأن هو يحتاج إلى يعني أكو يعني هو عنده إعاقات وهو كلمة معاق هو مو معاق وإنما هناك إعاقات وحقيقة لو نجي ترى كل فرد من الأفراد هو عنده إعاقة معينة قد تكون ما ظاهرة سواء كانت نفسية أو جسمية فالشفقة بالكلام لا تنفع مؤذية وما تقدم فد شيء معين المفروض تحول علما إلى سلوك يعني أنا أجي شخص على كرسي متحرك ودفعه بالشارع وأقول له خطية وكذا أنا بعد أقدم على مساعدته بقدر ما أستطيع وهكذا يبادر الفرد
الآخر بغير جوانب أخرى. والشفقة مو فقط تؤذي ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤذي جوز الأهل أكثر، ولذلك الآن عندنا عدد كبير من الأسر ما تطلع أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، يبقى مسجون بالبيت أيام وسنوات ويعتبر طاقة معطلة خوفا من نظرة. المشكلة إذا ما طلع، عفوا استاذ، مشكلة كبيرة جدا إذا ما طلع. الحالة النفسية الدكتور المعالج الطبيعي يقول 80% من العلاج الطبيعي هو الحالة النفسية. طيب إذا في عوائل ما تقدر تطلع أبنائهم الحديقة للمنتزهات، بس مناسبات، وش دعوة مناسبات نحن هواي؟ فللأسف كون نشوف يوم اللجان الطبية يوم توزيع الكراسي تجي كل ذوي الاحتياجات الخاصة نسألهم، أكو يعني يقولون يعني الحائط نتحرك وياه، ماكو شيء ما نكسره، أوضاعنا كله، ليش؟ المفروض يطلعون، المفروض يشوفون الناس. عفوا أستاذ علي، أنا شفت شخص مكفوف، هذا كانت عد يقرأ قرآن، وأكو آية هو فاهمها غلط، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وضل سبيلا. فهذا قعدنا وياه أكثر من مرة وجبنا له كذا مصدر من التفاسير، ما مقتنع. لا تعال قلنا شلون هاي يا بهذا التقاء، مو هي هاي، هو مقتنع هاي نازل بيل، هو مقتنع نازل بيل، مقتنع يقول هذه انا نزلت بي، فانا بعد ليش اتعب نفسي؟ اقول الاخير قنع، لا بالاخير ما قنع، يعني وحاولنا نوصل الى قصص حلقه لذوي الاعاقه، ورساله لكل القنوات سلط الضوء على ذوي الاعاقه، وايضا للحكومه هلا بذوي الاعاقه، مسألة الرواتب، السكن الملائم، والقطاع الأراضي. شكرا لك دكتور أحمد. الحقيقة أحيي الأخوة الأعزاء يعني جميعا، وأكبر بهم هاي الروح، أنه الأخ مخلص ماجستير، والأستاذ مخلص بكالوريوس، والأستاذ إعلامي لا أنت منتج خارجي يتجاوز. إحنا حقيقة مشكلات البحث أستاذ علي، يعني إحنا كباحثين وكطلاب ولازلنا طلاب وندرس، نواجه مشكلة كبيرة بقضية المصادر ومتابعة المصادر وقراءة الكتب والكتاب وينه، يعني بحيث أنت توقف قدام المكتب وتأخذ هذا وتأخذ هذا، وبالنتيجة إحنا سمنين نقارن معلوماتنا بهم، يعني ربما معلوماتهم أكثر من عندنا، بينما هم مجالهم محدود. صح. فحقيقة هذا شيء يعني يشكرون عليه. نعم فعلا. وهاي فد يعني ميزة لهم الله سبحانه وتعالى خصهم بها. أنا كنت أتمنى تجيب شيخ جاسم، رجل دين هو وهميا كفيل. إن شاء الله دكتور راح يكون برنامج كفيف في قلعة النعيم يهتم فقط بهم. أحسنت. فقصدي راح كلهم نطلعهم. فقصدي يعني هذا الجهد اللي قاعد يبذلون المضاعف، يعني من تحصيل المعلومة ومراجعة المعلومة ومراجعة الكتاب، هذا يؤجرون عليه وأجرهم عند الله سبحانه وتعالى. وبعد إحنا نرجو من الأخوة المسؤولين أنه ينطون مجال ويديرون بالهم أكثر باعتبار ناس منتجين وعندهم طاقات. شكرا دكتور أحمد. أستاذ سرور. أنا طبعا بالختام أدعو المجتمع أنه يولي أقدر أقول هي الشريحة الوحيدة بالمجتمع اللي ما تتحمل مسؤولية الوضع اللي هي به. زين. إحنا سوالفنا على هواي شرايح في خلال هاي الرحلة الطويلة من بداية رمضان لحد الآن، وقلنا أن هواي ناس هي تتحمل مسؤوليتها، لكن هذه الشريحة لا، هذه الشريحة ما تتحمل مسؤولية الوضع اللي هي به، لأن هذا الوضع هو مفروض عليهم، مفروض عليهم بالقدر. يعني كثير من المجتمعات المتحضرة بدأت تبحث عن بديل لفظة معاق، تعتقد أنه لفظة إعاقة هي بحد ذاتها يعني تشكل مشكلة أو تكون لها دلالة سلبية بداخله. فمثل دولة الإمارات المتحدة سمتهم ذوي الهمم، تمام، مجتمع ينجب إعاقات، يولد إعاقات. إحنا من الثمانينات لحد الآن المجتمع العراقي يولد إعاقات نتيجة الحروب والإرهاب والصراعات المسلحة والأخطاء الطبية. زين. لذلك مجتمع يولد إعاقات، وبالمقابل ما ماكو رؤية حقيقية عند الدولة والمجتمع باتجاه الحد من هاي الإعاقة أو الحد من آثارها. الله سبحانه وتعالى كل ما يأخذ قضية، كل ما يأخذ نعمة من إنسان يعوضه في مكان آخر. فكان مثلا طه حسين قوي الحفظ، موضوع إذا يقرأ يحفظه، فبالتالي هو آمل بنفسه وسلح نفسه وما حقق هاي النظرة التشاؤمية وهاي دور الضحية اللي يعيشونه أهل الإعاقة ويظل على هامش الحياة. لا،
لا هو آمن بنفسه وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فإحنا هم نريد من عندهم أنه هاي النظرة هي ما ينظرونها على أنفسهم. طيب تعالى أوجه كلام المسؤول. أنا كشاب 125,000 دينار بالشهر راح يعني أقدر أشتري بها علاج، أقدر أحقق طموحاتي، أقدر أتزوج، أقدر أكون أسرة بال 125. أتمنى على الحكومة القادمة أنه شرع قانون وتنصب به الأخوة من ذوي الإعاقة. يعني أنا من أسرة بها نصفها من ذوي الاحتياجات الخاصة. فأنت صاحب تجربة، صاحب تجربة وتجربة عملية وميدانية، ويعني بقوا هؤلاء الأفراد من إحنا صغار ولحد الآن طاقات معطلة 5 مكفوفين داخل البيت. يعني ما وصل، ماكو دائرة من دوائر المجتمع العراقي ما حاولنا انه على الاقل تكون لهم فرصة لان يكونون يندمجون ضمن المجتمع. انت اذا تركت هذا الشخص عزلته عن باقي الاشخاص ويختلط بعدين بالاشخاص العاديين فيما بعد بالمدارس المتقدمة، قد تكون عنده مشاكل نفسية يعني او اجتماعية، ما راح يكون عنده تقبل. للأسف احنا سنة 2014 في الله تم تشريع قانون 38 اللي هو يعنى بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا القانون لحد الآن أكثر من 95% من فقراته غير منفذة. البعض من المجتمع أنه أنا ما أعرف شنو يحس من يتنمر على أشخاص من ذوي الإعاقة. شخص مشكلة بوجهه، مشكلة بمشيته، يعني إذا كان يعاني من هذا. أريد أسألك سؤال، أنه أنت موته لا الشخص يتنمر، أنه أنت من تنمر على شخص شنو تحس؟ ترى للحظة رب العالمين يخليك أسوأ من هذا الشخص اللي تنمرت عليه. مثلا نقول حق الوصول إلى التعليم، المفروض كل شخص من ذوي الاحتياجات خاصة يحصل على فرصة مساوية لأقرانه بالتعليم. احنا ما عد الآن عندنا نظام التربية الخاصة بالوزارة التربية العراقية الحد الخامس ابتدائي موجودة عندنا صفوف خاصة بالمدارس الاعتيادية. ما خلوا لهم مدارس معزولة،